اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحيوان الوحيد في الأرض الذي يستطيع أن يأكل الشياطين والجن، وشهد بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. هذا الحيوان هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو الحيوان الذي يخشاه الجن، وله مميزات كثيرة تكسبه القوة والتميز عن سائر الحيوانات، فله قدرة الشم بمسافات بعيدة، وخاصة لدم البشر في الصحراء، حيث أن الإنسان إذا جرح في الصحراء وخرج منه دما فهو يغدو هدفا مباشرا لهذا الحيوان ولا خلاص منها. من المميزات الأخرى التي تميزه أن الله عز وجل قد أعطاه قدرة على قهر الجان، وأن هذه القدرة تتمثل في عينه التي لا تفقد بريقها حتى بعد موته، فعينه تلك التي لا ترمش حتى أثناء نومه. هذا الحيوان يستطيع أكل الجن إذا كان على هيئة إنسان أو حيوان. هذا الحيوان هو الذئب. في الذئب خاصيتان: أولا، إذا وقع عينه على جني فإن الذئب لا يحول عنه بصره، بل يثبت نظره عليه بشكل تام، ولو فصل بينهما واد لدار الذئب حوله من جهة ألا يجعل هذا الجني الذي رصده بنظره يغيب عن عينه لحظة واحدة بسبب واد أو شجرة أو عازل بينهما، بل يتجنب كل مانع عن الرؤية. السر في ذلك أن الأرواح الجنية يقيدها النظر، فلا تستطيع الانصراف ما دام النظر متعلقا بها. يعرف ذلك من عمل بالتحضير وتظاهر له الجن، فإن الجني لا ينصرف ما دام النظر معلقا به، فإذا تبعته بنظرك اختفى وانصرف، وإذا ثبت نظرك على المكان الذي خرج منه فسرعان ما تتلاشى الصورة التي أوهمك بها وتراه في نفس المحل. إذن النظر يقيدهم. ثانيا، الأرواح عموما سواء كانت ملائكة أو جن، تكون هناك خاصية في موطئ قدمها على الأرض، وبالنسبة للجن ولو كان متشكلا في صورة إنسي بلحم ودم ووقع في نفس كأنه جني، فضع قدمك مكان موضع قدمه على أثر خطوته فإنه يتسمر في مكانه، والذئب يطلب ذلك في عدوه وراء الجني، وإلا فالجني أسرع منه بيقين، إلا أنه يسمره في مكانه من هذين الطريقين. الذئب يتمتع بذكاء خارق، حيث أنه يعرف وين كان راعي الماشية هل يتقلد السلاح أم أعزل، وبناء على هذه المعرفة يقرر إن كان يود الهجوم أم لا، بالإضافة إلى أنه يستطيع تمييز أن جنس الراعي إن كان ذكرا أم أنثى. عندما يقتل الذئب فريسته أولا يختارها أحسن وأفضل واحدة من بين القطيع، بالإضافة إلى أنه يقوم بإخراج أحشائها أولا بعد أن يقتلها، وأن هذه الأحشاء هي الكبد والكليتين والطحال بالإضافة إلى الأمعاء، ويباشر بأكل هذه الأحشاء ثم عند الانتهاء منها يأكل باقي الجسم. إن الذئب حيوان اجتماعي يعتمد على تواجده في القطيع في شؤون حياته كلها، بالإضافة إلى أن الذئب الذكر لا يتزوج المحرمات من أقاربه كأخته وابنته، ويتزوج الأنثى التي تفوز في العراك مع الإناث، وبعدها تغدو الإناث كلها تحت خدمتها. إن من المعجزات الصحيحة والثابتة عن رسولنا الكريم، وهي تكريما من الله عز وجل، هي شهادة الذئب بنبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، حيث أنه نطق الذئب وتكلم وشهد بنبوة لسيدنا محمد ودعا الناس إلى الإيمان به، وأن هذه الشهادة صحيحة، حيث أنها وردت في رواية أبي سعيد الخدري، وقد أخرجهما الإمام أحمد في مسنده، وأيضا تم ذكرها من قبل ابن كثير. تقول الرواية فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عاد الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي فانتزعها منها، فأقعى أي جلس مفترشا رجليها،
الذئب على ذنبه وقال: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال: يا عجبي، مقع على ذنبه يكلمني بكلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله فأخبره، فأمر رسول الله فنودي: الصلاة جامعة. ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم. فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، والذي نفس محمد بيده، لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل عذبة أي طرف صوته، وشراك أي سير نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. رواه أحمد وصححه الألباني. أما الذئب فيستغله بعض السحرة في سحرهم، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة أنهم سألوا عن شم جلد الذئب من قبل المريض بدعوى أن يفصح عن وجود جان أو عدمه، إذ أن الجان بزعمهم يخاف من الذئب وينفر منه ويضطرب عند الإحساس بوجوده. وجاء في الجواب: استعمال الراقي لجلد الذئب ليشمه المصاب حتى يعرف أنه مصاب بالجنون عمل لا يجوز، لأنه نوع من أنواع الشعوذة والاعتقاد الفاسد، فيجب منعه بتاتا. وقولهم أن الجني يخاف من الذئب هي خرافة لا أصل لها. قال الشيخ عبد الله بن جبرين: أنه قد ذكر لي من أثق به أن امرأة كانت مصابة بالمس، وأن الجني الذي يلابسها كان يخرج أحيانا ويحادثها وهي لا تراه، ويجلس في حجرها وهي تحس به. ففي إحدى المرات كانت في البرية عند غنمها، ففجأة خرج ذئب عابر، فوثب الجني من حجرها ورأت الذئب يطارده، ورأته وقف في مكان، فبعد ذهاب الذئب جاءت إلى موضعه فرأت قطرة من دم، وبعد ذلك فقدت ذلك الجنية وتحققت أنه أكله الذئب. هناك قصص أخرى: لا مانع من أن الله عز وجل قد أعطى الذئب قوة الشم لجنس الجن، أو قوة النظر فيبصرهم والبشر لا يبصرونهم، فلعلهم بذلك لا يتمثلون بالذئب ويخافون من رائحته، فليس ذلك ببعيد. وأما الاحتفاظ بجلد الذئب أو نابه أو شعره واعتقاد أن ذلك ينفر الجن من ذلك المكان، فلا أعرف ذلك ولا أظنه صحيحا، وأخاف أن يحمل ذلك عامة الجهل على الاعتقاد في ذلك الناب ونحوه، وأنه يحرس ويحفظ كما يعتقدون في التمائم والحروس. والذئب يبصر الجن إذا خرجوا على الأرض ويطارد أحدهم حتى يفترسه، فإن الجن إنما حجبوا عن أنظار البشر في قوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فنحن لا نبصر الجن لأنهم من عالم الأرواح، وهي خلق لا نعرف كيفيته، لكن نعلم أنهم يلابسون الإنسان ويغلبون على روحه، وأن المصاب بالصرع إذا ضرب وصفع لا يتألم إلا الجن الذي لابسه، بل إنه ينطق على لسانه ويتغلب على حركاته. والعلاج الصحيح للمصروع هو الرقية بكلام الله عز وجل وبالأدعية المأثورة، فإنه يضيق بذلك ذرعا. هذا والله تعالى أعلم وأحكم. مشاهدين الكرام، في نهاية لا تنسوا دعمنا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم جديدنا باستمرار. إلى اللقاء.